هل كانت مهنة الطب الإنسانية بحاجة إلى تشفير الوصفات العلاجية أو التعامل بنظام الديالات مع شركات الإعلام الدوائي؟ هذا ما يعمل به بعض الأطباء مقابل بعض آلاف الدولارات أو السفر خارج العراق تحققها لهم شركات الأدوية. أكو أطباء مع الأسف غير شيء، يعني يتفق ويا الصيدلية 50%، هي ما يحكي هيجي. منين تجي يديل ويا أبو المطخر، أبو المطخر ما يساعد له الآيتم مالته مال دواء إذا ما يأخذ منه 35%، هاي أول شغلة قبل لا توصل للمريض. وبعدين أبو الصيدلية ما يأخذ من أبو المطخر إذا ما يأخذ من يمه 20%، هاي صارت 50%. الدكتور يأخذ منين؟ من أبو الصيدلية، فت 35%، هاي كلها تصير. وترجع الدكتور يقعد أكو تقريبا 50% إيجار بلاش، يالي دفع أبو المختبر أبو الصيدلية. أكو شفرات راشيته ما يقراها الصيدلية اللي بصفة ما تقراها، أو مختبر يجي يشوفها هذه شفرة، يعني يدوخ يفر العراق ويرجع ماكو إلا نفس هاي الصيدلية. أكو بعض الأطباء ما أدري شنو علاقتهم ويا الصيدلية، يعني إلا القريبة عليه يقول لك جيب علاج من كذا صيدلية. اي فمن تجي لهاي الصيدلية تلقى العلاج غالي، وبعض الناس ما عندهم يعني حالتهم ما ساعد، ينجبر الا ياخذ العلاج منها. لا توجد سيطرة على الادوية، لا توجد سيطرة على المتابعة من نقابة الصيادلة. الصيدلي يعني ما اتصور اكو ذيك المتابعة القوية على الصيادلة، الصيدلي يبيع بكيفه يعني. بالاتجاه المقابل، نقيب الاطباء لم ينفي مثل هذه الحالات التجارية التي يتعامل بها بعض الاطباء، مؤكدا اتخاذ اجراءات صارمة تصل الى حد سحب الاجازة من العيادة الطبية وغلقها اذا ثبت تورط الطبيب بهذا التعامل. التشفير والوصفات المشفرة وما ننكر موجود، بس مو بالحجم اللي يذكر ومسلط عليه الاعلام الضوء. باب النقابة سواء في بغداد او فروحها مفتوحة امام جميع المواطنين، اذا اكو اي مريض يحس نفسه انه تعرض لابتزاز او تعرض لا سامح الله الغش من اي طبيب او اي حتى كادر صحي ممكن يلجأ لنقابة، واحنا من السهل بهذه الامور حقيقة. كثيرة هي الشركات الدوائية التي دخلت البلاد، منها شركات عالمية رصينة واخرى تجارية غير رصينة، ما دفع بهذه الشركات التجارية الى عقد صفقات مع بعض الاطباء لتنشية منتجاتها، وهذا اثر وبشكل سلبي على المرضى. المعتاد ان تصرف الوصفات العلاجية حسب حالة المريض والدواء الذي يناسبه، لكن في ظل ظروف كالتي يمر بها العراق يختلف الامر، حيث يتعمد بعض الاطباء الى تشفير الوصفات باحرف لا يفهمها الا الصيدلاني الذي يتعامل معه، ربما لمكاتب مادية او منافع شخصية. لقناة الرشيد الفضائية، حسن فالح، بغداد.